احنا كنشوف كمغربي اولا تنظيم كاس العالم هو واحد الحلم اللي اصبح حقيقه. ما نساوش باللي المغرب حاول عده مرات مرارا وتكرارا وهو الحلم يوم يصبح حقيقه. ويعني المغرب اليوم السؤال المطروح واش غادي نقدروا نضموا المونديال ولا ما نقدروش، فانا كنعتقد باللي المغرب برهن في كثير من المناسبات على التنظيم الناجح، على راسهم مثلا النموذج ديال كاس العالم الانديه اللي نضموا في نسختين، واخرها كانت نسخه ديال 2022 شفنا في مدينه طنجه هنا في الشمال كيفاش كان يعني الافتتاح، كيفاش كان الحضور الجماهيري، كيفاش كان التنظيم على مستوى يعني من ناحيه ديال داخل الملعب والخارج الملعب. فالمغرب عنده جميع الامكانيات باش انه ينجح في هذا التنظيم، هذا اجابه على السؤال واش ننجحوا ولا ما ننجحوش. وبالاضافه لهذا الشيء ما نساوش باللي اننا كنتواجدوا مع بلدان عندهم واحد التقاليد عريقه في كره القدم. اليوم سنشارك هذا التنظيم مع البرتغال مع اسبانيا، ومازلنا 6 سنوات كنعتقد بانها كافيه وكافيه جدا. المغرب سيعمل على تجهيز ملاعب في مدن كبرى على راسهم الدار البيضاء، ملعب الدار البيضاء الكبرى سيكون في حله، اعتقد بانه سيكون الملعب الافضل في افريقيا في الشرق الاوسط، ولما لا على المستوى العالمي سيضم ربما حتى 100,000 متفرج، سيكون تحفه، سيستقبل ربما المباراه الافتتاحيه. وكذلك في اسبانيا سيكون هناك الختام في مدريد، وفي لشبونه سيلعب مباراه الترتيب. اذا سيكون التنظيم ناجح، هذا ما أتوقعه، ونحن جد سعداء بسماع هذا الخبر الرائع داخل المملكة المغربية. أكيد أنني كمواطنة طنجوية جد فخورة بالبلاغ ديال الديوان الملكي فيما يخص اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لملف الترشيح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. هذا تكليف وتشريف في نفس الوقت، وكيف ما قال البلاغ ديال الديوان الملكي فراه هذا القرار هو إشادة واعتراف بمكانة المملكة المغربية بين الأمم الكبرى. إن شاء الله يا ربي جميعنا كمواطنين ومسؤولين نكونوا على قد نقوموا على قدم وساق بالامور اللي ممكن انها تشرفنا امام العالم في هذه التظاهره الرياضيه العالميه. هنا كندعو الساكنه ديال المدن وايضا المسؤولين كلهم يتحدوا من اجل انهم يقوموا على قدم وساق من اجل انجاح هذه التظاهره الرياضيه العالميه، من اجل اننا نتشرفوا اكثر. احنا اصلا ديجا راه تشرفنا من اللي وصل المنتخب ديالنا لنصف نهائي كاس العالم. مبروك علينا الشرف احتضان كاس العالم رفقه البرتغال واسبانيا. كأس العالم 2030 اللي جاز هذا الاحتضان بعد 6 محاولات مغربية لاحتضان كأس العالم، أكبر بطولة رياضية في العالم وأكبر متابعة، أكثر متابعة، وهذا الشيء طبعا كيجسد واحد التقدم كبير اللي حققه المغرب في السنوات الأخيرة على المستوى الدبلوماسي والدبلوماسية الموازية اللي منها الرياضة. كأس العالم 2030 تاريخي بالنسبة لنا، تاريخي بالنسبة لكرة القدم، لأنه غيجي بعد 100 سنة من تنظيم أول كأس العالم اللي كانت في الأوروغواي 1930، وغيكون تاريخي لسبب آخر، هو أن كأس العالم غيتنظم في 3 قارات اللي هي أوروبا، أمريكا اللاتينية وإفريقيا. طبعا شرف التنظيم غيكون واحد الدافع باش يبقى المغرب في الريادة الكروية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى وحتى سياسيا ودبلوماسيا، وهذا الشيء طبعا كيصب في المصلحة ديال المواطن المغربي وكيصب في المصلحة ديال السياحة المغربية اللي شفنا أنها تقوات بشكل كبير بعد إنجاز التاريخي اللي داروا المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022. شكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جفنا بهذا الخبر السعيد والذي أسعد المغاربة، وكان خبرا فهمتي يعني أدخل السرور والسعادة على المغرب، حيث هذا الخبر انتظرناه منذ زمنين، حيث نافس المغرب على هذا العرس الرياضي العالمي منذ زمن طويل وتناوب عليه ولم يعني منزلش الكره بحال اللي كنقولوا، لعب الادوار ديالو سواء في الاوراس الكبرى ديال المغرب في الرياضه، والنتائج اللي حصل عليها هذه السنوات الاخيره لخير دليل، واللي اكدت على ان المغرب قادر ينظم
كأس العالم وفوق كأس العالم، والدليل على ذلك ما وصل إليه المنتخبات الوطنية سواء كرة القدم في نصف النهاية، سواء 23، سواء النساء، سواء ذوي الاحتياجات. المهم المغرب حصل على هذا اليوم، على هذه النتيجة اللي هتكون إن شاء الله اللي هتعود على المغاربة بالخير من ناحية اقتصادية والسياسية والاجتماعية.